يلي تحب الفريق دينور تشاركني في الوطنية، ضربونا هو المنصور، لا طيارة لا بابور، بركة ربي والرسول والجزائر عربية. ضربونا في قاع البير، لا فزينا كبير وصغير، وجبناه بالفانتازية. فرنسا بصت وعمات، عاد تتلبس في البنات، تديهم للقاريطات وتقول الجزائر ليا. يا فرنسا نحي من بالك، الجزائر ماهيش ديالك، جاب لي وراسي نحيها لك، ثمت مكنة الحربية. آه يا دم الشبان ومبزع ومقتر في كل ثنية، شوفوا شوفوا يا الأخوان ذيك الفرقة والخيان زادتها حتى الحركية. شوفوا شوفوا يا الأخوان ذيك الفرقة والخيان زادتها حتى الحركية. تحيا الجزائر. أحيت الأسرة الثورية رفقة السلطات المحلية المدنية والعسكرية لولاية المسيلة الذكرى الوطنية ليوم الشهيد المصادفة للثامن عشر فيفري من كل سنة بالتوجه إلى مربع الشهداء ورفع العلم الوطني وقراءة فاتحة الكتاب على أرواحهم الطاهرة. المناسبة كانت مليئة بالنشاطات الثقافية التربوية والتاريخية التي تخلد مناقب من وهبوا حياتهم في سبيل أن ننعم اليوم بالحرية والاستقلال، حيث كانت السلطات المحلية والأسرة الثورية وقفة بساحة سينما الأفراح، أين أعطى والي الولاية عبد الله بن منصور إشارة انطلاق الأبواب المفتوحة للفنون التشكيلية التي تنظمها مديرية الشباب والرياضة، حيث تابع الحاضرون معرضا يضم صورا تاريخية لكفاح الشعب الجزائري أنجزتها أنامل الفنانين التشكيليين الذين أبدعوا من خلال اللوحات والرسومات المعروضة. بعدها تنقل الوفد إلى متحف المجاهد بوسط المدينة، أين تابع الحاضرون محاضرة قيمة حول شهداء الولاية قدمها الدكتور عبد المالك قزولة من جامعة محمد بوضياف، وهي فرصة مكنت الحاضرين من معرفة تاريخ ولايتهم وما قدمه أولئك الأبطال الذين تحدث عنهم الدكتور. أكثر من 3 شهيد، معنى أن الولاية كانت من المساهمين من المشاركين وجزء لا يتجزأ من الوطن الواحد من الجزائر. حتى ولاية المسيلة قدمت أقل ما تملك وقدمت رجال يشهد التاريخ على مكانتهم العالية، مكانتهم المعروفة، وعلى المستوى العلمي اللي كانوا ينتجوا به. من بين المجاهد الشهداء الذين سقطوا في المنطقة وكانوا كان من بينهم الشهيد علوة الله. بعدها مباشرة تم تكريم عدد من المجاهدين وأرامل الشهداء، وكذا تكريم الفائزين في مسابقة أول نوفمبر 54 التي نظمتها مديرية المجاهدين لفائدة الطلبة والباحثين حول أجمل قصة شعرية وأجمل رسم. ورب يحفظكم ويحفظ وليداتنا ويتمنى بكم، وإحنا جبناها وأنتم اطلعوا فيها، فهمت؟ إحنا جبناها وأنتم اطلعوا فيها. للقصة القصيرة، مسابقة للقصة القصيرة. أنا القصة اللي كتبتها هي عنوانها سيمفونية الموت، تحكي عن أحد المجاهدين اللي مجهولين ربما، اللي هو الموسيقار محمد إيقربوشن. محمد إيقربوشن اللي كان أخذ طريق آخر للجهاد، مش السلاح ولا القلم ولا هو اللحن. يوم الشهيد اليوم يعني حقيقة الواحد يشعر بالرهبة بوجوده ما بين الناس عاشوا ثورة تحريرية وكانوا شاركوا في نضال وتحرير الجزائر، ويوصلون الرسالة بلي الوطن ماهوش مجرد قطعة أرض عايشين فيها، ولا الوطن هي روح تسكننا كامل، وهي روح تجمعنا كأبناء الشعب الجزائري، وبلي الوطن وحب الوطن مش مجرد مشاعر نحتفلوا بها والله نقولوا مجرد مشاعر عايشين بها، هي رسالة وهي أسلوب حياة. برنامج الاحتفالية باليوم الوطني الشهيد اختتم بدار الثقافة الشهيد قنفود الحملاوي التي احتضنت حفلا بهيجا نظمته مديرية التربية بالولاية على شرف التلاميذ المشاركين في مختلف المنافسات الثقافية التي أقيمت خصيصا للمناسبة حول أحسن قصيدة شعرية حول الشهيد وأحسن بحث تاريخي، كما قدمت بالمناسبة أنشطة ثقافية مختلفة قدمها تلاميذ المؤسسات التربوية تحت إشراف الأستاذ إسماعيل يلس والفنان عبد الرشيد مرنيز، والتي نالت إعجاب الحاضرين، ليختتم الحفل بتكريم جميع الفائزين.